للمزيد من المتابعة والتحليل حول جلسات الحوار الوطني وفيه المحور السياسي، ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. ضيفي العزيز، بعد التحية نتحدث عن أبرز ملفات المحور السياسي وما هي أهم الاقتراحات التي وردت إلى مجلس الأمناء في هذا الصدد. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. خلينا نقول انه يعني هناك يعني عشرات من القضايا التي جاءت للمحور السياسي، وتضمن لجان منها النظام الانتخابي والتمثيل الحزبي، حقوق الانسان والحريات العامة، نظام انتخابي لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، العديد من القضايا ذات الاهتمام وذات الصلة المباشرة بالمواطن. وبالتالي يعني قرر مجلس الأمناء أيضا، وهذه معلومة لحضرتك، أنه سيظل باب مفتوح لتلقي الاقتراحات حتى نهاية جلسات الحوار الوطني. أيضا عندما نتحدث عن المحور السياسي، فهو تم تخصيص يوم الأحد، وهو غدا، انطلاق أولى جلساته من الساعة 11 للساعة 2 ومن الساعة 3 للساعة 6 لمناقشة قضية نظام الانتخابي فيما يتعلق بمجلس النواب ومجلس الشيوخ. ومن يعني ربما يعني تستمر هذه النقاشات، من الممكن أن تنتهي هذه الجلسة النقاشات خلال الجلستين، ومن الممكن أن تمتد للأحد المقبل حسب ما ينتهي إليه المتحاورين والمتناقشين. وأيضا يعني كما ذكرت حضرتك، يوم الثلاثاء للمحور الاقتصادي، ويوم الخميس للمحور المجتمعي. ويعني الجميع يعلم حسب ما أكدت الأمانة الفنية وأكد المنسق العام الأستاذ ضياء رشوان، أنه ستنطلق هذه الجلسات في مركز المؤتمرات أو قاعة المؤتمرات بمدينة نصر. ويعني هناك يعني تجهيزات على أعلى مستوى من الأمانة الفنية. طيب سيد جمال استشار محمود فوزي. نعم. ويعني حتى هذه اللحظة هناك يعني إشارات مبشرة وقوية على. طب لو تأذن لي سيد جمال أن أسألك عن هذه عن تلك الإشارات، وأسألك أيضا عن الجلسة الافتتاحية والتي تحدث فيها السيد ضياء رشوان عن أنه الحوار الوطني أوجد حالة من التفاعل السياسي، وأوجد حالة من التفاعل حول قضايا ومشكلات الوطن، وأنه ليست هناك خطوط حمراء أو ممنوع الحديث فيها. ما الأهمية التي أوجدها الحوار الوطني في هذا الوقت بالتحديد، وكيف ألقى بظلاله في الحياة السياسية في مصر؟ الحوار الوطني كمبادرة، يعني هذه المبادرة تحديدا لم يكن لها مثيل من قبل في تاريخ مصر الحديث. يعني لو تأملنا حوارات أو مبادرات في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، في عهد الرئيس السادات، في عهد الرئيس مبارك، وكان هناك بعض المبادرات، لكن كان يغلب عليها مبادرات من طرف واحد، بمعنى أنها لم تكن يعني مبادرة للم شمل كل الأطياف السياسية. هذه المرة تختلف، أن الحوار يلم شمل كل الألوان المجتمع السياسية، ويفتح الباب للجميع للمشاركة. وهذا في الحقيقة مكسب كبير جدا يخلق مساحات مشتركة، وهو شعار الحوار نحو الجمهورية الجديدة. وبالتالي هذا أنا بعتبره مثلما هناك عمران اقتصادي، أعتبره أنه عمران سياسي أيضا، يخلق حالة من يعني حالة الحوار. وطالما أن الحوار موجود داخل المجتمع، مش مشكلة أنه يحصل اختلاف في وجهات النظر، لكن في النهاية تظل هذه الاختلافات تقف على أرضية وطنية صلبة. طيب. وهذا هو المهم. نعم أستاذ جمال، لو أسألك عن تصريح مهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث وقال إن الخلاف لا يفسد للوطن قضية،
كيف نرسخ هذه الفكرة لدى المتحاورين جميعا حول قضايا الوطن الملحة والآنية؟ هي في الحقيقة هذه المقولة السيد الرئيس وأطلقها سيادته في عندما أطلق المبادرة في 26 إبريل في إفطار الأسرة المصرية العام الماضي. وهذه المقولة جامعة وطنية ومهمة ولها مدلولها العميق، ويعني تحمل معنى ومبنى هذه المبادرة. وبالتالي ده منذ اللحظة الأولى ده تم تطبيقه وبالفعل ممارسته الواقعية والفعلية على طاولة الاجتماعات لمجلس أمناء الحوار الوطني. وهذه الاجتماعات اللي يعني أعضاء فيها من كل القوى السياسية أو ممثلين للحركة المدنية على سبيل المثال، والحركة المدنية مثلا بتضم 12 حزب تحت جناحها، وفي نفس الوقت ممثلين لأحزاب أخرى مثل وأحزاب أخرى حتى لا أو مستقلين، يعني حالة تنوع غير مسبوقة. وبالتالي هنا كان لما تيجي يعني تناقش قضية أيا كانت في الاقتصاد في السياسة في المجتمع في أي محور من المحاور بيحدث اختلاف، لأنه في النهاية ناس من مختلف المشارب السياسية لم تلتقي من قبل، لم تتفق من قبل، لم يجري بينهم حوار من قبل، لكن هذه المرة جمعتهم الطاولة لأن يقوموا بهذه المهمات التي كانوا التي كانت لم تحدث من قبل. طب إذا الاختلافات كانت تبدأ ووجهات النظر وتباينات، ويعني في حتى وترسخت هذه الفكرة على كل الأحوال. نعم على كل الأحوال ضيفي تفضل. وانتهى الأمر بالتوافق وتم ترسيخ ثقافة التوافق ما بين أعضاء مجلس الأمناء في كل القضايا، حتى وصلنا ل 113 قضية و 19 لجنة. نعم. ووصلنا لهذا الافتتاح المشرف الذي يعكس ويبشر بمستقبل مهم للحياة السياسية في مصر. نعم على كل الأحوال أنا بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الكبير جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، شكرا جزيلا لك.